سير هو يشوفو. بطبيعة الحال هذه الزيارة تأتي في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقنا. أعتقد على أنه كل المنتخبين سواء الترابيين وكذلك المنتخبين على مستوى قبة البرلمان، الجميع عليه أن يتحمل المسؤولية في كل في حدود صلاحياته بطبيعة الحال، لمحاولة إيجاد حلول لجبر الأضرار وكذلك لإصلاح ما تم إتلافه بسبب هذه الكارثة الطبيعية. من يقف على حين عين المكان يدرك عن حق حجم الدمار وحد الذي لحق كل البنية التحتية لأمطدي، سواء بالطرق سواء الواد الحار سواء كذلك الممتلكات الساكنة وخاصة الأغراس والأشجار. لاحظ الجميع أيضا على أن الكل تحمل المسؤولية، على أن السيد الوالي والسلطات المركزية مشكورة كلها أتت لعين المكان، قامت بزيارة العين المكان، كل أعضاء المصالح المركزية أيضا بشتى تلاوينهم أيضا قدموا لعين المكان. هناك رغبة من طرف الجميع، كذلك السيدة رئيسة الجهة مشكورة، لذلك الكل معبأ من أجل تقديم الدعم والمساندة والقيام بالواجب لتقديم الدعم والمساندة لفك العزلة أولا عن جماعة أمطدي وما أتى فعلا. ولعلكم تلاحظون على أنه في هذا الزمن القياسي تم فك العزلة عن جميع الدواوير. ثانيا ستلاحظون أيضا على أن الخدمات الأساسية من كهرباء تم إرجاعها في وقت قياسي، أيضا شبكة الاتصالات، أيضا كذلك الماء الصالح للشرب. بقيت أمور عدة بطبيعة الحال تحتاج إلى عملية إعادة الإصلاح وإعادة الترميم وإعادة التجهيز وإعادة البناء. طبيعي جدا على أن هذه الزيارات المتكررة لهؤلاء السلطات الحكومية ولسلطات السيد الوالي ورئيسة الجهة وأيضا للسادة المنتخبون، كلها لن تصب إلا في إيجاد سبيل لإصلاح ما تم هدمه وما تم إتلافه من طرف هذه الكارثة الطبيعية. فيها منافع نعم، ولكن أيضا خلفت أضرارا، ولكن إن شاء الله نعول على ساكنة هذه المنطقة، نعول إن شاء الله على المنتخبين في تحمل المسؤولية، نعول أيضا على سلطاتنا المركزية، ونعول أيضا على سلطاتنا المحلية برئاسة السيد الوالي الذي أكد ونحن واثقون على أنه إن شاء الله ستعود أمطدي أفضل مما كانت إن شاء الله.